أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول يسأل عن طريقة اقتراض وهي أنه يذهب إلى البنك ويقوم الموظف ببيع الأسهم آليا إشلا هو راح يبي قرض، والقرض يعطيه شيء من المال ينتفع به ويرد بدله من غير زيادة، قرض حسن ما هو قرض استثماري. نعم. وماذا يستفيد المحتاج من أسهم مجهولة ولا يدري وين هي أسهم فيه حلال ولا حرام، ما يدري عنها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.